محو سالكا كو هايي كولانكي اي كو ييشين بوقور عثمان او محمود بورمدو يا عبد الرحمن عيرو مغالدا اديس ابابا اي حرونتا ودنكا ايتوبيا سفر كو اوغو مقان يهي مغالدا نيروبي اي حرونتا ودنكا كيني يا مشارها حسبيغا ودني اي اي نوحكا وغان دونا دغدغاقا اوغو دنبايي اي مسوليين تا ودني اي كوادان قدها اي ديبيد داها اي اي نكسو كوبي دونا وربحينتين أس أساها حسبيغا وداني هايا وحا او صفر كغسوا بحاي مغالدا هنجيسي عاسمة دا سومالي لان إساقو او كوة جهان حارون تا دالكا كينيا ان نيروبي هسي أحاتي انتي آنو غارين ميشي او كو سعودي وحكو نحمراي مغالدا أدي سابابا اي حارون تا ودان كايتوبيا بقر عثمان او محمود بورمدو كولان كاسي او أهامي دالبابدو حلانيهين هسي أحاتي اللي فاقيو اي صور لغا هلاي هايا بقر كا وحا او مدوين كي او قدن بيسي أها معارد كفوغي حكومة دا مدحوين بيحي هقامي اياشا معارد كا ايه سومالي لاني يعيد كستو كسو هرچي دا حكومة دا مدحوين بيحي نوا اسكوچان وقتي كان حادر كا بقر عثمان او محمود بورمدو ايا دوان اون ايا هيد مركي او شاشد كسو موقضي اساق او سيقاون او ايران ايا حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي الى وريديو لوغا قاتين اها ايا وحا اي نو حقيتيين ان اي بقر كا ايا اس اسوه ابابول اي انددال لكردان اها او لوغا سو هرچيدو حكومة دا مدحوين بيحي او قده سومالي لان لدون ايا ان لغا فليو كولن كودان انا وحا او كو قطمي لبا قضب او كان هوري او وحا سيدي لوغا ابابول لها مطاهرات يو كردان اح حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي او لوغا سو هرچيدو دورشاد او رورا ديا صحاب تبادن سومالي لان قده هيد iyo sidii labada madax dhaqameed ee galbeedka iyo bariga burco looga dhigi lahaa kuwa isku jaana oo taageersan hoggaamiyeyaasha mucaaradka ah ee waqtigan haadirka ka jira gudaha Soomaaliland taasi oo ay u arkeen hadda inay tahay lagama maarmaan micno weyn uga sameyn karto arrimaha la isku diidan yahay iyo gudaha Soomaaliland hadii ay midoobaan labada madax dhaqameed labadan qodob oo fulintoodu waqtigan haadirka ay ka adag tahay gudaha Soomaaliland markay isla qaateen kadib Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxa uu u sii ambabaxay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya halkaasii oo ilo xogogaaliye ay noo xaqiijiyeen inuu u tagay safar isaga khaas u ah hase ahaatee warbaahinta mucaaradka ay baahisay inuu ka qayb geliyo shir caalami ah ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed